شو دابا انا في المواقف دابا شوف الحافه كيف خارجه سبحان الله العظيم راه شي راه واقف تحت منه انا راه قودرو نادر سبحان الله العظيم شو الثقبه هذه في الارض لا لا شي هذا راه فيه الريسك والله حتى شي فيه الريسك سبحان الله العظيم لا لا ما نخاطروش ما نخاطروش شوف لي شوف فين كنت واقف دابا راه توقف تما طاح ولكن ان شاء الله بحر كيبان من ليه سبحان الله صد دابا لواحد ستاسيون ضرب تقريبا 30 كيلومتر اللي ضربت هادي نقطة التفريغ ديال الكراع اش كيفرغ والله المهم باقا الداخلة دابا شي 170 هكا المهم غنرتاح في هاد ستاسيون لقيت هاد البريز هذا فيه الضو حدايا انا واحد الحانوت نشوف نقدر ناخذ من عندو الخبز المهم نعس واحد شوية عرفتي غدا بعليا النعاس صافي وحدات الباور بانك يتشارجا نصلي هنا ان شاء الله تال 5 د العشية تال 4 هكاك بما برد الحال ونزيد ديك 60 كيلومتر هكاك لحد ستاسيون صافي مزيانة هاديك اللعيبة ديال 60 كيلومتر ديال العشية لقيتها مسلكانة مزيانة كتوصل نيت مع المغرب ولا مع العشاء كتوصل كتنعس حتى بالنهار دابا اليوم صافي الحرارة عرفتي الطنطينة الجو سخون خصوصا دابا البرد فاش كيكون دافعك يعني كتبقى تحس بديك الحرارة في وجهك تحس بوجهك كينشف البرد كيبقى يضرب لك في ظهرك ايوا على كل حال الحمد لله الامور غادا مزيان نتمنوا خير توجد لي دابا يا الغديوة عندي الروز غنديرو مع الطوم كلشي كاين الحمد لله هاد الصاصي ولا لي زوين مبقاش فيها الضو راني كنصالي دابا في التليفون بغيت نعس قبيله ما خلانيش الدبان نعس عاد كاين الدبان بزاف الدبان كيهجم دابا ان شاء الله غادي ناكل نقول ان شاء الله غادي نرتاح مزيان ونشوف الطريق ان شاء الله حيل واحد 60 كيلومتر في العشية هاي القويميرة غادا الروز قريب يطيب ولكن عاش حد يدير الدبان شوف دابا الدبان حتى هو كيتخبى حتى هو على الريح وبعد المرات كنلقى شي بلاصه بحال هكا مدرية على الريح كنخليها ليه كنمشي نريح في الريح حتى هو قال لك جاوب مخبي حتى هو دابا صغير كيطير البر ولكن ما خلاناش الريح ما خلاناش الروز قاب بارك عليه ونحطو البريريد دابا البريريد حطو حتى هو يتشحر صافي غندير لي الطون هذا هاد الطونط كنت خديتو من العيون باقي عندي صافي غنديرو مع الروز ونرتاح مزيان باقي الحال دابا الطنطينة حارة حتى الخمسة ان شاء الله هكاك عاد غادي ندير الديبار غنزيد تقريبا 60 كيلومتر عاول غنضربو في واحد 20 ولا 30 كيلومتر في الظلمة بحال البارح راه ضربت تقريبا شي 30 كيلومتر في الليل والصراحة مزيانة يعني بالنهار ما تقدرش تسوق بالنهار في الشمس حدا بالريح كيكون دافعك ولكن الشمس راه ضاربه لك في وجهك يعني كتحس بديك السخونيه كتحس بها في الوجه ديالك وقت المعالجه بسم الله الدبان دالي الطيارة حد الدبان فوق الكاميرا البارح في ستاسيون ما نعسش مزيان كاين الضجيج بزاف وفينا هنا في طريق ديال الصحراء ما عندكش بديل ما كاينش والو هو سير تلعب خلينا ندوي وسير سير يعني الطريق كاملة فيها المخازنية يعني ما غاديش يخلوك ريح وكاين الريح واخا يخليك ما يخليكش الريح
يعني كتبقى لك غير ستاسيون ولا شي قريه ديال الصيد ولا ما كاينش الدواوير داكشي الدواوير داكشي ما كاين. عندك هي مدينه يا شي فيلاج ديال الصياده لي ستاسيون اوف شي حاجه اخرى ما كاينش. الريح الريح كيجيك مع الرمله يعني ما تقدرش تحط الخيمه ما تقدرش تجمعها تطير لك الفراش ديالك كامل وما عمرو رمله يعني فين المعاناه. ستاسيون راه كيكون دافع هاد الكورون كيدير كلشي ستاسيون بقالي تقريبا 22 كيلومتر في الفقاد وما كاينش والو ما كاينش فين تخبى على البرد والو البرد كيعطيك اصايب لي دابا قهوه بقى عندي امن وعندي الخبز قديته من ديك ستاسيون اللي كنت فيه وصاوب لي الامور ودي الريح سيرها شويه عاد نكمل. هذا هو البلان مالنا مالنا على الزربه هذه على هاد الزربه ما مزروبينش ويلي غادينا بالخفيف وما مزروبينش ما تابعنا حتى حاجه وقت ما وصلنا الداخله والله ما بغات تقاد الداخله هذه حتى كنقول قربت واقعي والله لا حتى كنقول قربت صافي مشكل لا مازال باقي دابا راه باقي لنا تقريبا 110 تقريبا ولا 120 باقي ما كاينش على نوصلوا لها ما كتهمش الوجهه كتهم الرحله الطريق الوجهه هي اللي كتهم اما الوجهه راه غتوصل لها بسرعه اما ديك الطريق هي اللي خاصك تستمتع فيها. بحال شي واحد كيبقى يجرفك بحال هكا كيشوف الحد ديال الصبر ديالك شلاش واحد خونا خدام مع هاد الشركه هادي جا دار راسو كيقلب هنا وجا باغي يشوفنا شنو كندير فهمتي مع داز واحد خونا قبيله الطوموبيل باينه هو الباترون كراسونا اليوم قال لهم سيروا شوفوا شنو شنو كيدير تحركت من ديك البلاصه اللي كنت مريح فيها حسيت مزيان ودابا نرجعوا للغروب ديالنا تعاشرت مع الغروب هذه هي مشاري وتسرت سرت بزاف كنت نسوق بالليل ولكن راني ركبت الضو يعني مزيان. خليكم مع هذا المنظر هذا الغروب كل نهار كنت الغروب في شكل دابا راه الشمس راه هي غبرات ولكن القمره القمره ما بقاتش بات لي دابا شي 4 ايام ولا 5 ايام ما بقاش كتبان مفهمتش هاد الظاهرة هادي ولكن النجوم في الليل كيكونو واضحين مزيان. الطريق دابا يا خاوية شوفو راني لبست والبرد البرد البرد والريح دابا راه عندي واحد تقريبا شحال بقى 10 كيلومتر هكا غيكون فيه الريح جاي من الجن حيت دابا انا دخلت دابا على البحر في الرجوع ديالي هذا نيشان غندور اليمين باش نرجع نقرب حدا البحر وغندور هذه يعني الريح غيكون في الجنب ديالي صافي فاش بقالي 10 من خرجت ديك الدوره شل ديك ستاسيون ولا باش وين شوف قال لي النبره باقا 19 ماشي مشكل الطريق زوين وعادي مولفين تماما وغادي بالخفيف والله على ما يدر الله على منظر
السلام عليكم، كنتمنى كلشي يكون بخير. البارح نعست فواحد ستاسيون كنت كملت لها الطريق في الليل، كانت باقي لها تقريبا شي 20 كيلومتر، كملت الطريق في الليل وخليتها في هذا الاتجاه هذا، مخرجت منها تقريبا حتى شي 11، وهذا اول بوز غادي ندير في هذا الفيو هذا. الطريق كامل بحال هكا على الجرف المنقي، وخاوية الدعوة هنا، خليت البيكالا هنا. بالنسبة للبارح حفظني الله، طحت واحد الطايحة البارح في الليل، كانت باقا لي 6 كيلومتر على ستاسيون اللي غادي نبات فيها. الحمد لله ما وقع لي والو، غير واحد الحردة هنايا، تحرت هنايا صافي، وتقطع لي الشورت. ما بغيتش اللوحة باش نوري لكم. ها هو الشورت، شوف منين تقطع، قطع من التحت كامل. توقفت حتى انا نوريوك انت كامل تشرق من تحت صافي. هادشي اللي كاين، وهذا اول بوز غادي نوقف فيه. صراحه كنحس براسي عيان حيت البيكالا ما فيهاش الثقيل، كنمشي غير بالخفيف، يعني كندير واحد المجهود مضاعف ديال بصح. كيف كتشوفوا راه كنمشي غير بالخفيف، هذا ما خدامش، الثاني حتى هو راه ما خدامش، يعني ما بقاش ليا الداخله بزاف. بقى لي تقريبا شي 70 ولا 80 كيلومتر، نقدر نبات اليوم في 40 ولا نقدر نبات في الداخل في السونتر على حسب. المهم حنا غاديين في ما طاح لي راه كنباتو. بالنسبه لهذا الجو ديال الجنوب، الريح ديالو بصح، يعني ما تقدرش تحط مثلا الخيمه ديالك في اي بلاصه بحال هكا، بحال هكا راه ما تقدرش تحط الخيمه، يعني هي الريح غيديك حتى وبيكالا وغيدير كلشي. بالنسبه للطريق الساحليه كامله بحال هذا الشكل، هذا الاغلبيه ديالها جرف، بحال هي الحافة ديال الأرض صافي، هادي هي الأخر ديال الدنيا سبحان الله. هنا الما كيبان ليا مهرس هنايا، معرفتش واش هذاك اللون ديال التراب ولا شنو، المهم اللون ديالو والهيل الزرق راه كيبان لك فوندو، هاد البلاصة كتبان لك خضرا، هنا كتبان لك حدا كتهرس هنا الموج، داكشي علاش الرملة طالعة تما. عوارة كتقصي مزيان تمايا، راه كيطير راه كيعيش، ولكن ان الحياة البرية ما كاينش اللي كيأذيهم ولا شي حاجة، والو كلهم كيعيشوا سبحان الله. راه الحوش موجود، الحوت راه كيبان لك الموج مهرس ما راه حوت. هذا غنمشي نكمل الطريق ديالي، غنضرب واحد 55 كيلومتر هكاك، كاين واحد ستاسيون نريح نرتاح فيها حتى العشية، ونكمل ان شاء الله للربعين ولا نكمل الداخلة. اول اليوم نكون ان شاء الله في الربعين. المهم انا ما كنربطش راسي بشي بروغرام، ولكن على حساب ما كنشوف نقدر ندخل الداخلة اليوم. الى وصلت الربعين نقدر نكمل ديك الربعين اخر، نكملها للداخلة. الطريق اللي غادي نشوفها هي هادي، ونرجعوا للبيكالا ديالنا. خليت البيكالا هنايا، هاد البلاصه بحال الشكل ديال هذيك ديال الاخ فنير اللي كنا فيها، شوف سبحان الله العظيم انا ركبت بها شي حفره راه كبيره، شوف تبارك الله تلاج. بقى واحد 5 كيلومتر لديك ستاسيون اللي قلت لكم نستعب فيها صافي، وبانت لي هاد البلاصه هادي. نجي نشوف شنو كاين، نشوف شنو كاين، حنا ما كنضربوش هاد الطريق. شوف تبارك الله على الجرف، هادشي دابا راه كيريب، هادشي راه كاين الريسك، ولكن عرفتي راه كيجي هادشي بحال الفرش، والله الا بحال الفرش سبحان الله. راه شتي دابا انا فين واقف دابا، شوف الحافة كيف خارجة سبحان الله. راه هادشي راه واقف تحت منو، انا راه كودرون هادا، راه سبحان الله العظيم. شوف شو الثقبة هذه في الأرض، لا شي هذا راه فيه الريسك، والله حتى شي فيه الريسك سبحان الله العظيم. لا ما نخاطروش. شوف لي، شوف فين كنت واقف دابا، دابا راه توقف تما طيح، ولكن ان شاء الله بحر كيبان من ليه سبحان الله. هاد البلاصة راه دايرة بحال كودرون، واش كان فيها كودرون قبل؟
ما عرفتش، ولكن غالبا راه كان فيها كودرون. ها هو كيبان لك هادشي ديال هادشي، ما عرفتش واش كودرون ولا لا. هادشي دار بحال بوزرو قلك شقشور اللي كان، ولا بحال الكودرون. باش نرجعو للطريق ديالنا، هنا راه كاين الريسك، راه كتشوف واحد البحر ازرق تمايا ناضي. دابا البحور اللي بقاو هنا لقدام حتى الداخل كلهم بحور ازرقين، داكشي ازرقيه ديال المالديف. ان شاء الله فاش غادي نمشي للداخله نريح فيها واحد الاربع ايام هكا كنستريح فيها مزيان، ونشبعوا بحوره ان شاء الله تما مزيان. كاينه بحوره العمان والحوت، صافي هادشي اللي كاين. يلاه نكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله. اليوم قضى عليا العيا ديال بصح والحراره مزموشة، باش كنجع العشاء. هادو هما اللي كيبقاو ينبحوا عليا في الطريق. وما هذا جيت لواحد السطاسيون هنايا حدا واحد القريه ديال الصيادين، دخلت ليها دابايا و ديت منها الخبز، خليته ليه جوج خبزات بالدرهم وثلاثه البيضات بشحال 10 دراهم. فهمتي كتحط في شي مواقف كتكون محتاج لحاجه يعني بالزمن كتا، كاين واحد البرارك تمايا هما اللي دايرين فيهم حانوت. جيت هاد البلاصه هادي، هادي واحد السطاسيون خاويه، ويلا كنوجد ليا دابا غندير ليا لي باط. عندي هاد لي باط هادي صراحه عيد ديال بصح اليوم تقريبا نكون ضارب شي 60. باقي لي الداخله دابايا باقي ليها تقريبا شي 40 هكاك باش نوصل للرومبا تاع الرفقين، وشي 40 اخرى للستوندر ديالها ان شاء الله. تالغدا وندخلوا ليها حيت المعاناه ديال بصح صراحه. هذا هو البلان يا لي باط ديالنا طابت. زدت مع هاد الصوص هذا تاع مطيشه صراحه زوين عجبني. البريري كيطيب كليبات مونسي. هادي البلاصه ان شاء الله غادي نبات فيها اليوم. شوفوا هادشي كيجا. بسم الله بسم الله بسم الله. نوت ناضي واخا ما تجيش ناضي غناكلها. اش فيه الجوع هادي ديري ليها تقدر تاكلها هكا ماشي ضروري تسخنها وديرها زعما بلا ديال البيتزا. بسم الله نادية.